في قاس الشخصية اليوم معنا قاس مارت واش أمين رغيف عنده الصفة اللي يعطيه الحق يتكلم في قضية كبيرة ومعقدة بحال بيغاسيون؟ كاينين الناس اللي دكاتره في الالكترونيك الالكترونيات ولا خسر لي تليفونو كيصاوبوا عند مول التليفونات. الموضوع والملف القضية ديال بيغاسيوس كبر منه. من حقي انني نشوف راسي انني قادر انني نناقش مثل هذه المواضيع. المغرب فيه متخصصين اكبر من امين راغي وانا لا انفي ذلك. المغرب يقتني برامج معقدة ومتطورة للتجسس على المغاربة. أمين رغيف مارس الفرق. أشنو هو المشكل؟ هو أنك جيتي في البرلمان وكتقول له شي ما كاين. لا دابا حنا كنهضروا دابا يا بلاتي لا يا بلاتي يا بلاتي كيما كيتشرى الشاش وكيتشرى درون راه كيتشرى هادشي. هي بغى أمين رغيف يقول لنا بأنه ذاك البرلمان الأوروبي ودوك التقارير ما كيخوروا. بيغاسوس كيستغل ثغرات في الهاتف، يعني بلا ما نلمس الهاتف ديالك بلا ما نقيس الهاتف ديالك عن بعد نختار. ايوا انت ياك التليفون فيه بيغاسوس ياك مجي البريكي الا جي البريكي باش جبد. احنا دابا هادشي باقينا في الميثودولوجي ريبتي لي الامنيستي ديال مصر. واش داروا هاد الانديكاتور ناضو سوبريماوه وخلاوه لينا سيدي في الرابور ما قالوهاش في الرابور. كنقول دابا يا ريت كنت كنفهم اكثر فيما هو تقني نحاول نحصلك شويه ولا نجاوبك، ولكن دابا غتقول لي الناس لا هما الناس يشوفوا فينا واللي يقدر يحصلنا يحصلنا مرحبا به. انا راه ولينا ولاقي المشكل حنا مع المغاربه هما هذوك اللي خصنا حنا نقعدوا نناقشوا معاهم. كاع شتم ساكتين كاع حتى واحد وليت والله العظيم لا رديتي البالك وانت بزغا مع المغاربه. انا في السوشيال ميديا كاين الفلوس وين ندخل الفلوس؟ دخل فلوس اه خصك تشطح السر.